بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متحدثكم أستاذ مساعد دكتور حسنين سمير عبد الله، جامعة تكنولوجية قسم علوم الحاسب. طلاب اللي يدرسون مادة الذكاء الاصطناعي، تحديدا طرق البحث الذكية، في محاضرة هذا اليوم حنستعرض طرق البحث تحت عنوان أو مسمى هيورستيك سيرش الجوريثمز. تختلف طرق البحث لهيورستيك سيرش، لهيورستيك سيرش الجوريثمز خوارزميات البحث الموجه، البحث الموجه تختلف عن الطرق السابقة اللي أخذناها البلايند سيرش من ناحية العمل ومن ناحية السلوك. بحيث حنأخذ في منهاجنا اليوم إن شاء الله خوارزميتين، حنأخذ الهيل كلايمبينج والبيس فير سيرش. المحاضرة القادمة بإذن الله خوارزميتين أخرى. بصورة عامة كل خوارزميات لهيورستيك سيرش، خوارزمياته تعتمد على مبدأ اللي هو حساب، عبارة عن حساب فانكشن. طبعا هذه أول خوارزمية الهيل كلايمبينج، بعدين نرجع للتفاصيل. تعتمد على حساب فانكشن، هذه الفانكشن يسموها الـ f of n for each state، لكل state يعني لكل حالة من حالات اللي موجودة على التري اللي هي هاي، هذه نسميها state، الـ a state، الـ b state، الـ c state وهكذا. For each state f of n، أكو فيت function يسموه f of n، يساوينا h of n. الـ h of n هي مختصر الـ heuristic function، بحيث where h of n is the heuristic function، مثل ما قلنا heuristic function اللي تحسب لي هيورستيك فاليو. اذا هي فانكشن تحسب لي اسمها هيورستيك فانكشن، تحسب لي فاليو اسمها هيورستيك فاليو لكل ستيت، اسمها n، يعني ستيت a b c وهكذا. اوكي، هنا أنا في مواضيع اللي حناخذها ان شاء الله في هذا المحاضره والمحاضره القادمه. هذه الفاليو او القيمه هذه اللي هي الخمسة والأربعة والثمانية وهكذا البقيه، هي هاي تمثل الهيورستيك فاليو اللي المفروض شلون استخرجناها. هاي المفروض اكو فد فانكشن، هي اسمها هيورستيك فانكشن، حسبت هاي القيم 5 ولا 4 ولا 8 ولا 7 ولا 6 ولا غيره. هنا مواضيعنا هاي لمحاضرتنا الخاصه بالهيورستيك سيرش راح تكون هذه القيم معطات، يعني تعطى من خلال السؤال، لكن مفروض هي هاي القيم تحسب من خلال فانكشن نسميها هيورستيك فانكشن اللي تستخرج هاي الهيورستيك فانكشن، تستخرج لي فاليو نسميها هيورستيك فاليو اللي هي هذه اللي تشوفوها قدامكم على التري. اول خوارزميه من خوارزميات الهيورستيك سيرش الجوريثمز اللي حناخذها يسموها الهيل كلايمبنج. شبهوها بالهيل كلايمبنج تسميتها طبعا لانه شبهوها بعمليه تسلق التل الهيل كلايمبنج. خوارزميه بسيطه ان شاء الله حشوفوها من خلال المثال. هاي الفانكشن مالتها قلنا الاف اوف ان تساوي الاف اوف ان اللي وضحناها. هذه الخوارزمية كاملة اللي حنشغلها هسه تماما على المثال مثل ما موجودة تماما بالخوارزمية هذه بالضبط، حنشغلها على المثال مثل ما شفناها بالأمثلة السابقة بالمحاضرات السابقة بالبلايند سيرش، اليوم هيورستيك سيرش. خلينا نروح على المثال. هذا المثال consider the following problem state space. احنا اتفقنا هذا كله نسميه problem state space، كل هذا problem state space. ب initial state اللي هو الأي، واريد اوصل للجول ستيت. لاحظوا المطلوب find the path، اوجد لي المسار، طبعا المسار الصحيح from a to m. الاي معناها هي الانيشال ستيت البدايه، والام هي الجول ستيت اللي هي النهايه by using hill climbing search algorithm. خلينا نشوف. طبعا السلوك مالتها يختلف عن البلايند، بيش يختلف؟ اذا تذكرون المحاضره السابقه بالبلايند بالديبث والبريدث قلنا هاي القيم ما تعني لي شيء بالنسبه للخوارزميات السابقه مال المحاضره السابقه، هنا أنا تعني لي شيء القيم. وراح نشوف هسه عندي اوبن كلوزد، الاوبن بها الاي اللي هي الانيشال مثل ما اتفقنا، دائما الانيشال تصير بالاوبن والكلوز فارغه، هذه مبدا. بعدين ايش حنسوي؟ حنسوي جنريتنج توليد للتشلدرن مال الاي اللي هم البي والسي والدي. الفرق شنو هنا؟ حيبين هسه الفرق بالهيورستيك، حنخلي كل قيمه من البي والسي والدي معاها الهيورستيك فاليو مالتها. لاحظوا بي 5 سي 4 دي 8، منين جت هاي؟ هي انا، هاي البي 5 السي 4 والدي 8، اعتقد واضحه. حنخلي هنا بما انه التشلدرن مال الاي صاروا بالاوبن، مبدا متفقين عليه الاي وين تروح؟ للكلوزد. يعني متفقين اي ستيت يصير لها جنريشن او التشلدرن مالتها هاي الستيت تروح وين؟ للكلوز. زين هسه هذول الاولاد هم او التشلدرن البي والسي والدي،
هنشوف الفرق بالهيورستيك. شو يقول؟ يقول رتب لي، شوف هذا الفرق عن البلايند سيرش، رتب لي هذول الاولاد حسب من الاصغر الى الاكبر حسب قيم الهيورستيك فاليو. فهسه منطقيا حترتب منه السي اول شيء، ثم البي، ثم الدي، لان قيمهم تحكم هذا الشيء، تحكم الترتيب. فصارت سي اول شيء، بينما سابقا كنا السي ما نقدر نخليها بالبدايه، السي موقعها في الوسط. هسه لا، صارت السي بالبدايه لانه قيمتها اقل من البقيه، فصارت سي اول وحده، ثم البي، ثم الدي. نجي نسال، هل السي 4 هي الجول؟ لا، الجول هنا مثل ما مطلوب هو الام. اذا ما دام هم اذا ما دام هي مو الجول، عندها اولاد؟ نعم عندها اولاد. من اولاد السي؟ خلينا نجي على السي. تشيلدرن مال السي هم الاف 5، لاحظوا نذكر القيمه مالتهم من مو بس اف، نقول اف 5 مو اف واحده، وجي 3. خلينا نجي ولدت اف 5 وجي 3، ذول اولاد منو؟ اولاد السي. والبي والدي هم قديمين موجودين. السي بما انه سوى جنريتنج للاولاد مالتها تشيلدرن، تجي السي بالكلوز. هسه ايش نسوي؟ نرتب. فقره مهمه بالهيل كلايمبنج، بهاي الخوارزميه، بهاي الخوارزميه فقط بالهيل كلايمبنج، رتب فقط الاولاد الجديدين، ما رتبهم كلهم، فقط اللي يظهرون اخر شيء. يعني اذا حرتب، حرتب فقط ذولا، ما عندي ذولا ما لهم علاقه بالترتيب، ذولا خلاص ما حدورهم، فرتب فقط ذولا. اذا من حيترتبون ايش حيصير؟ حيصير تجيب البدايه جي 3 اف 5 بي والدي، هذول قديمين، والاي والسي مو بالكلوز. اجي اسال على الجي، هل هو الجول؟ لا، الجي مو هو الجول، خلينا نرجع هذا الجي. الجي مو هو الجول، الجول الام. طيب الجي عنده اولاد؟ نعم عنده اولاد. من اولاده؟ ان 8 وام 7. ان 8 وام 7، اذا ولدي اولاده هي انا. ان 8 وام 7 دول الاولاد او التشلدرن مال من؟ مال الجي. ودول القديمين اف بي دي ينزلون، بما انه الجي تولدت تشلدرن مالته تجي الجي بالكلوزد. تمام؟ زين، هسه حرتب منه؟ نرتب فقط هذول، فقط الجديدين، فقط التشلدرن، النيو تشلدرن، فقط النيو تشلدرن، ما له علاقه بالبقيه، فقط بهاي الخوارزميه. ايش حيصير اذا؟ حيصير الام اول واحد، الام اول واحد، والان ما بعده، والبقيه ينزلون مثل ما هم، والان والجي عفوا اصلا اجى هنا وبالكلوز. اذا اجي على الام، هل هو الجول؟ نعم هو الجول. اذا ما دام هو الجول، ستوب ذا جول ام از فاوند. اذا المسار الحقيقي من هو بهاي الخوارزميه؟ عباره عن اي سي 4 جي 4 وام 7. خلينا نرجع على التري، على التري. المسار عباره عن ام الى سي قيمه 4، السي الى جي قيمة 3، الجي إلى أم بقيمة 7. إذا طول المسار قد الكلفة الكلية؟ 4 زائد 3 7 زائد 7 14. إذا التوتال كوست على مود أوصل من الأي للأم عبارة عن ايش قد؟ 14 قيمة هيورستيك فاليو من الأي إلى الأم، 4 زائد 3 زائد 7. هنا حتسألون، حتقول مثلا لو كان رايد الجول الأن شو أسوي بهيجي حالة؟ هذا السؤال. لو كان ما رايد الام، رايد الان، يعني بهذا السؤال لو كان مكان الام الان، شوفوا من حنوصل ايش مرحله مرتبنا. الام هل هو الجول؟ كمثال احنا قلنا في حالتنا انه اراد الان جول، خلينا نرجع على المرتبه الخلفيه، في حاله انه ما اراد الام الجول وراد الان، شو نسوي؟ يعني بكان هاي اكو ان، اوجد المسار من الاي لان، شو نسوي؟ انتبهوا علي، نجي على هاي، احنا نرتب نمشي طبيعي ما لنا علاقه، نرتب رتبنا صارت الام اول وحده. اجي اسال الام هل هو الجول؟ لا، باعتبار اني غيرت الجول صار الام. طيب عنده اولاد؟ لا ما عنده اولاد. شو اسوي؟ ودي الام بالضبط هنا ديد اند، هذا سميناه احنا لا تذكرون بالديبث بريث ديد اند، ودي بالكلوز طبيعي حاله حال الخوارزميات السابقه، ويتقدم الان للبدايه، هل هو الجول؟ اي نعم الجول، وستوب. بس ايش حيصير المسار؟ المسار راح يصير عباره عن اي سي 4 جي 3 ام 7 ان 8، يعني حيزيد المسار طبعا اكيد. هاي بالنسبه للهيل كلايمبنج. الخوارزميه الثانيه لمحاضره اليوم هي البيست فيرست سيرش. هذه البيست فيرست سيرش. ليش سموها بيست فيرست سيرش؟ هذه سووا في التطوير على الهيل كلايمبنج بحيث تكون افضل منها، لذلك سموها بيست فيرست سيرش. شنو التطوير؟ هسه راح نشوفه. نفس الفانكشن تقول لوف اوف ان تساوي لي اتش اوف ان، بحيث
ال h of n is the heuristic function that compute the heuristic value for each state. نفس الفانكشن مال هيل كلايمبنج وهاي الخوارزميه اللي حنمشي عليها حاليا بالمثال خطوه بخطوه حنمشي على الخوارزميه بالمثال. هسه حنشوف الفرق شنو بيناتهم. هذا المثال. Consider the following problem state space. عندي هذا البروبلم ستيت سبيس. طبعا هاي تغيرت انها صارت زد صارت واي صارت اكس. Find the path او جدي المسار from A. ال A معناها هي الانيشال ستيت to K. ال K وين هي؟ هاي ال K. Goal state. Using best fairest search. خلينا نشوف شلون تشتغل ال best fairest search. بداية ال open بها ال A. هذه من تي من عندها وال close فارغة. هاي صارت ستاندرد. بعدين حولد اولاد الاي نفس المبدا. اولاد الاي منو؟ زد 8 خلينا نشوف هنا زد 8 واي 9 واكس 7. شوفوها زد 8 واي 9 اكس 7 اجى الاي هنا بما انه تولد او جو تشيلدرن مالته اجى هنا. هذا مبدا بعد خلص بعد صار واضح. حرتب هسه لحد الان نفس الكلامينج حرتب رتبنا صار الاكس اول واحد والزد ثم الواي تمام. نرجع الاكس هل هو الجول؟ لا الجول ما تداري هنا الكي. طيب عند اولاد الاكس اي عنده من اولاد الاكس هذا الاكس اولاده عباره عن بي وكيو. البي 8 والكيو 7 جيبهم ريانو يعني. البي 8 والكيو 7 الاكس اجى هنا ما دام ولدت التشلدرن مالته اجى هنا. هنا الفرق لاحظوا كنا قبل شو نقول بالهيلوكلاميك رتب فقط هذول. لا البيست تقول رتب الكل فقط. هذا الفرق هل الكلامبنج تقول رتب لي فقط النيو تشلدرن. البيست فير سيرش هنا بهاي الخوارزميه هاي البيست فير سيرش بهاي الخوارزميه تقول دائما من تولد اولاد رتب الكل بالاوبن. شكو شيء بالاوبن سوي له سورت. اذا حسب هذا ايش حيصير؟ الزد اول واحد عفوا البي اول واحد متاسف الكيو اول واحد ثم البي ثم الزد ثم الواي حسب الترتيب 7 8 8 واي 9 اوكي زين. حاسين سؤال حتقولون زين البي 8 والزد 8 ليش البي قبل الزد؟ سؤال منطقي. خلينا نجي نشوف وين البي وين الزد باعوا. هاي البي وهاي الزد فمنطقيا من يكون اولويه له يعني قبل الاخر البي لو الزد؟ الزد يعني خلينا نقول ليفل قبله هذا ماشي ليفل اكثر يعني هذه البي ماشيه بالحل اكثر من الزد يعني ماشي عمق بالتري بالشجره اكثر من هاي. اذا ما دام مساويين اثنيناتهم هذا البي من هنا طبعا هذا 8 وهذا 8 منو اخلي اول شيء اخلي البي ليش؟ لان نازل ليفل اكثر معناها مسوي سيرش اكثر بالخوارزميه لذلك هو البي يكون قبله. نجي نسال على كيو طبعا البي قبل الزد تفضل. الكيو هل هو الجول؟ لا الجول مالتي كي عند اولاد الكيو وين الكيو؟ كيو كيو هذا سلي. هذا الكيو اي عند اولاد من اولاده؟ اولاده الكي والجي الكي 4 والجي 2 ويجيب لي اولاده هاي كي 4 والجي 2 بما انه الكيو سويت له جنريتنج للتشلدرن مالته جيب لي كيو هنا خلاص متفقين عليه. هاي هسه رتب لي هو هم رتب الكل من هنا رتبها كلها كل الاوبن ترتب اسوي سورت لكل هاي الليست فايش حيصير سنه هنا؟ جي 2 كي 4 بي 8 زد 8 واي 9 وهاي بعدها نفسها. اجي على جي هل هو الجول؟ لا مو الجول الجول مالتي اريد الكي. عند اولاد خلينا نشوف جي عند اولاد. لا جي ما عنده اولاد يعني ما عنده تشلدرن. اذا شو اسوي له؟ سميناها ديد اند. ما دام ديد اند مباشره انقلها للكلوز وخلاص. لا هي لا هي الجول ولا هي عندها تشلدرن انقلها للكلوز وخلاص يعني نقلتها للكلوز صارت اي اكس 7 و كيو 7 جي 6 هسه صار منه بدايه كي. هل هو الجول؟ نعم هو الجول يعني رايد اي جول. اذا ستوب خلاص ستوب ذا جول كي از فاوند. شلون نحسب المسار؟ المسار جاي من اي الى اكس 7 الى كيو 7 الى جي 2 الى كي 4. خلينا نرجع نحسبه على ال 3. هذا المسار اي الى اكس 7 اكس الى كيو 7 صار 14 كيو الى جي 2 صار 16 جي ديد اند اذا لازم ارجع من هنا كي 4 7 زائد 7 14 زائد 2 مو تقولوا ما حسبه لا انا حسبه هذا حتى لو كان هذا ديد اند ما دام مريت بي حسبه ككوست كلفه
7 زائد 7 زائد 2 زائد 4 يصير التوتال كوست او المسار الكلي كهيورستيك فاليو عبارة عن 20 قيمتها من الـ A الى الـ Q. تمام، هذا ما عندنا لمحاضرة هذا اليوم. دمتم في أمان الله.